اش نازق دور باتولوك، اش نازق جيمباتول، اش نازق ثراكوتولوك، اج بورزوميشي كريمباتول. فهمت كيف؟ مين فينا مش حاضر فيلم The Lord of the Rings؟ ايش بنعرف عن الروايات؟ ايش بنعرف عن النوفلز اللي كتبهم لبروفيسور J.R.R. تولكين؟ وصفوهم النقاد، قالوا انه قراء اللغة الانجليزية بنقسمه نصين، النص اللي قرا Lord of the Rings والنص اللي لسه بده يقراه. اجا بيتر جاكسون المحروس وعمل الافلام تاعته. الافلام تاعته كسرت الدنيا، 17 اوسكار، دراما، ايبكنس، سينماتوجرافي، ساوند تراك، تمثيل، غير الكرايتيريا وغير مقاييس صناعة الأفلام. هلأ أمازون زلزلت الدنيا بال2017، نهاية 2017 لما أعلنت عن التي في سيريز تاعت Lord of the Rings. قديه بتتخيلوا ميزانية المسلسل؟ مصايب، ميزانية مزبوطة، يعني مش دلع وهبل، عم تحكوا عن إشي كتير كتير تقالي. الكوبي رايتس اللي هي الحقوق الملكية كلفت أمازون 250 مليون دولار. غير ال 250 مليون دولار يا جماعة الخير، 1 بليون دولار، يعني مليار دولار، رح يعملوا 5 سيزونز، 5 أجزاء من هذا الإشي الفخم اللي عم نستنى على نار. أعلنوا أمازون إنه they hired J.A. بايونا. طبعاً J.A. بايونا مخرج إسباني، عمل فيلم كتير حلو اسمه The Orphanage. هنحكي عن Orphanage لأنه في رابط غريب هلأ كمان شوي. عمل فيلم The Orphanage وكمان هو أخرج آخر جزء من أفلام Jurassic World. طبعاً جي بايونا حيكون بروديوسر ودايركتر، وأعلنوا أنه حيخرج أول حلقتين. بالإضافة لجي بايونا في عنا كوكبة ونخبة من الكتاب اللي عملوا مسلسلات كتير كتير رائعة، حتطلع أسامي النخبة هاي على الشاشة. بس بنحب نقولكم أسامي المسلسلات اللي اشتغلوا عليهم لأنه حيكون واحد يربط مع اسم المسلسل أكثر من اسم الكاتب. من هاي المسلسلات اللي اشتغلوا عليها Breaking Bad, The Sopranos, Stranger Things, Hannibal, أفلام زي فيلم The Aviator تاع مارتن سكورسيزي، فيلم Toy Story 4. بالإضافة لهذا التيم، الكرياتيف تيم مش أقل أهمية، يعني في عنا جيسون سميث حيكون مسؤول المؤثرات البصرية الفيجوال إفكتس. طبعا هو اشتغل على فيلم The Revenant. عندنا كمان ريك هاينريك اللي هو كان البرودكشن ديزاينر بفيلم Star Wars The Last Jedi. أخيراً وآخراً عندنا جون هاو. جون هاو اللي ما بيعرفه هو من أهم اللي برسموا لميدل إيرث وللفيكشن تاع تولكين. جون هاو كان انفولفد بأفلام Lord of the Rings، وإحنا كتير مبسوطين إنه هلأ هيز انفولفد أجين، يعني هلأ حيكون هو الكونسبت ديزاينر للمسلسل. الرابط العجيب تاع جي بايونا إنه جي بايونا لما عمل فيلم The Orphanage كان البروديوسر تاع فيلم The Orphanage هو غوليرمو ديل تورو. هلأ غوليرمو ديل تورو مخرج مكسيكي إشي عظيم جدا، كان المفروض هو يخرج ثلاثية The Hobbit، يعني ما كان بالأصل بيتر جاكسون هو اللي راح يخرجهم. بلش يشتغل عليهم غوليرمو ديل تورو وعمل كونسبت آرت، وحتى هو كريديتد أز بروديوسر بهاي الأفلام. بس عشان وقتها صارت تأخيرات طويلة من نيو لاين سينما، وقف الشغل معهم وكمل فيلمه باسيفيك ريم كان اسمه وقتها. فوجود غوليرمو ديل تورو كونه على صداقة مع جي بايونا بعطينا يعني زي فوت اوف تراست اللي هو صوت الثقة. هلأ نزلت أمازون أول ما أعلنوا عن المسلسل صورة خارطة للثيرد ايج اوف ميدل ايرث، فالناس صارت تقول المسلسل حيكون عن يونغ أراغون، رايح يحكي قصة أراغون سان اوف أراثورن أو سترايدر أو إليسار، عن قصته هو صغير الباك ستوري تاعته. بعد 7-8 شهور نزلوا بوست تاني، حطوا هاي المرة خارطة للسكند ايج اوف ميدل ايرث. شو هو الفيرست ايج والسكند ايج والثيرد ايج؟ الفيرست ايج اوف ميدل ايرث طبعا ببلش من عند ذا اويكنينج اوف ذا هيلدوريانز. الهيلدوريانز هم اول بشر على اردا. اردا اعتبروها اللي هي الارض او العالم، المكان اللي بتصير فيه الميثولوجي تاعت تولكين. الفيرست ايج امتى انتهى؟ انتهى عبين برايمورديال بيينجز اسمهم الفالار او الاينور، هدول اعتبروهم كائنات بدائيه، اعتبروهم ملائكه، اعتبروهم آلهة. طردوا واحد بينهم كوربتد شر اسمه ميلكور، طردوه على اشي اسمه الفويد الفراغ. باللحظة اللي طردوه فيها هاي ايش؟ نهاية الفيرست ايج اوف ميدل ايرث. بعدين السكند ايج اوف ميدل ايرث اللي هو العمر الثاني او العصر الثاني للارض الوسطى، من وقت ما مورغوث او ميلكور انطرد على الفويد لحديت اول خسارة لساورن. امتى كانت اول خسارة لساورن ومين هو ساورن؟
طبعا ساورون عارفينه احنا، هو الانتاغونست تبع لورد اوف ذا رينجز اللي هو الشخصيه الشريره الاساسيه. هلا ساورون كان إشي اسمه ميار، يعني هو بتحسوا انه رانكينج او ليفل اقل من هدول الانجلز او الجادز اللي حكينا عنهم. نتخيلوا ديماي جاد، ساورون كان الفول تبعه في إشي اسمه ذا لاست الاينس اوف الفز اند مان، اخر مره اجتمعوا فيها البشر والجن مع بعض وحاربوا ساورون وغلبوه، اللي هو اذا بتتذكروا لورد اوف ذا رينجز ذا فيلوشيب اوف ذا رينجز بدايه الجزء الاول في مشهد حرب هيك معركه طاحنه تصويره جدا ملحمي. هذا هو اللاست الاينس اوف مين اند الفز، وهذا بعديه خلص السكند ايج اوف ميدل ايرث. هلا العصر الثالث الثيرد ايج اوف ميدل ايرث هو زي ما حكينا من وقت ما خسر ساورون وغلبوه المن لحديت نهايه احداث لورد اوف ذا رينجز. ما انه هلا عرفنا ايش هو الفيرست ايج والسكند ايج والثيرد ايج اوف ميدل ايرث، وهلا عارفين انه السيريز رح يصير في السكند ايج اوف ميدل ايرث، نقدر نتاكد انه ساورون رح يكون شخصيه اساسيه في المسلسل. طبعا ساورون في السكند ايج اوف ميدل ايرث ما كان زي الثيرد ايج اوف ميدل ايرث، يعني كان بيقدر يعمل بوندينج مع جسد، فحيكون في ممثل يلعب دوره وحيكون الملامح تاعته تفكروه انه الف. ممكن نشوف كيف الكرييشن، كيف عمل الخواتم ذا كرييشن اوف ذا رينجز اوف باور. ممكن نشوف قصه نيومينور، اللي هي نيومينور من احد احلى القصص تاعت تولكين. نيومينور الفول تاعتهم صارت في السكند ايج اوف ميدل ايرث، وبدنا نعرف كيف ساوران دخل عليهم بعد ما كانوا اكثر ناس بتحاربوا وكيف قدر يعمل لهم كوربشن، قصه برضه كثير كثير فخمه. فهلا احنا بدنا نشوف عن ايش بده يكون السكند ايج اوف ميدل ايرث، ايش القصه بالضبط، بس هاي هي مينلي الاشياء اللي ممكن تكون. لهلا الممثل الوحيد اللي عم نعرف اسمه واللي اعلنوا عنه رسميا امازون، طبعا مدام جي اي بايونا المخرج هذا اعلنوه رسميا معناها الكاستنج رح يبلش، فنتوقع الفتره الجاي حيكون في ليخه واسامي كتير. بس هلا هذا ويل بولتر ممثل انجليزي اكيد بنتذكره من حلقه بلاك ميرور بندر سناتش. ايش الرابط العجيب تبع ويل بولتر؟ ويل بورتر طلع بفيلم كرونيكلز اوف نارنيا فويج اوف ذا دون تريدر، اللي هو كتب نارنيا والكرونيكلز اوف نارنيا صديق لتولكين حبيب القلب اللي هو سي اس لويس. خلينا نشوف مين بده يمثل كمان من الممثلين. انا صراحه اكثر إشي يعني عم بحمسني وعم بفكر، بنحب طبعا تبعتوا لنا بتعليقاتكم مين بترشحوا كاست يلعبوا كاركترز، يعني مثلا مين بتتخيلوا ممكن يلعب دور ساورون؟ بتتخيلوا مثلا كيت بلانشيت ترجع تلعب دور ليدي جالادرييل؟ بتتخيلوا ايان ماكالن يرجع يلعب دور غاندلف؟ احكوا لنا هيك اراء، خلينا نعمل شويه فياعه. امتى بده يطلع المسلسل؟ لامتى بدنا نضل نستنى؟ حكوا امازون انه هم عم يعني بحاولوا يطلعوه في 2021، بس بنفس الاشي كل المصادر على الانترنت بتحكي انه هم عم بحاولوا يعني يعملوا المستحيل يطلعوه بال2020. انا مني وعلي شخصيا لا، خذوا وقتكم، دخيلكم خذوا وقتكم وطلعوا لنا اياه بال2021. وبحب احكي لكم انه اذا عجبكم الفيديو هذا يعني مش غلط الواحد يسلخ لايك، اذا ما عجبكم برضو حطوا انه يو دونت لايك ات، لانه بالنهايه يو لايكت اور يو ديدنت لايك، هاي اسمها انجيجمنت. بس انا صراحه اللي بهمني اكثر من الانجيجمنت اني اعرف انه المحتوى عجبكم، فاي حدا عنده مقترحات تحسينات بحب يحكي لنا عليها بنرجو انكم ما تبخلوا علينا. وفهمتوا كيف؟ We'll be right back.